بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الخبير المتفضل بالإنعام والتدبير، القائل سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي ضمن فاعليات الأسبوع الدعوي التثقيفي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. يأتي هذا اللقاء تحت عنوان: مخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال. معنا من علمائنا فضيلة الأستاذ الدكتور رضا عبد الواحد أمين، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ومعنا قارئاً فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، ومتحدثاً ومبتهلاً المبتهل الشيخ محمود عوض الله. يحضر معنا هذا اللقاء من علماء وقيادات وزارة الأوقاف الدكتور محمود خليل سيد وكيل المديرية، والدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة، والشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام إدارة وسط القاهرة. ونوجه الشكر إلى القائمين على هذا البيت من بيوت الله تبارك وتعالى، مسجد مولانا الإمام الحسين، على رأسهم الشيخ مصطفى عبد السلام إمام المسجد. الحضور الكرام، إن التقدم الذي نعيشه في عصرنا الحاضر نعمة من نعم الله علينا، وكل نعمة كما قال الله سبحانه وتعالى فيها ابتلاء وفتنة، فقال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال سبحانه: ليبلوني أشكر أم أكفر. وأجهزة ووسائل التواصل الاجتماعي في حد ذاتها نعمة من نعم الله علينا، فقد سهلت عملية التعارف بين الناس، وفتحت العالم على مصراعيه، وأصبح العالم كما يقال بسببها قرية صغيرة. لذلك كان هذا الموضوع الذي نحن بصدده اليوم من الأهمية بمكان، لنتعرض له، ويعرض علماؤنا الكرام ما يجب علينا تجاه هذه الوسائل التي هي بين يدي الصغير والكبير، وفي كل بيت وفي كل طريق وفي كل وسيلة من وسائل المواصلات. الحضور الكرام، خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم. يقول الحق سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا
لاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن يطع الله والرسول فأولئك
أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. أنت يا رب الذي قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان. الحضور الكرام، القرآن الكريم نور استضاء به نبي هذه الأمة في دعوته ورسالته، ولا يزال الموفقون من أمته يحملون هذا النور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهكذا فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي ضمن فعاليات الأسبوع الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. يأتي هذا اللقاء تحت عنوان مخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال. من الآثار السيئة للمواقع الإلكترونية وخاصة على من هم في سن المراهقة
أن الأطفال ما بين 13 و18 عاماً يقضون ما يقرب من 9 ساعات يومياً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك يكون أكثر من ساعات الطعام والشراب وغيرها من الأنشطة، حتى يصل الأمر بالبعض إلى أنه لا يستطيع قضاء ساعة كاملة بدون تصفح منصات التواصل الاجتماعي، وذلك يؤثر بشكل كبير على جوانب الحياة الأخرى. ومن هنا كان من الأهمية بمكان مناقشة هذا الأمر وطرحه من خلال العلماء الأكارم الأفاضل، ونبدأ بكلمة العلم مع فضيلة الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الأكارم المجتمعون في هذا البيت المبارك وفي هذه البقعة المباركة من بيوت الله تبارك وتعالى، لكم عاطر التحية وأزكاها، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإن أول ما نبدأ به حديثنا هذا بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلمة شكر وتقدير نوجهها لوزارة الأوقاف المصرية وعلى رأسها فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وفريق العمل الدعوي الذين يعملون في ربوع وطننا الغالي لنشر دين الله عز وجل ولإحياء هذه السنة المباركة ولعمارة بيوت الله تبارك وتعالى بالعلم والثقافة، هذه الأسابيع الثقافية وغيرها من المناشط العلمية والدينية لهي دليل على أن هذه البيوت التي يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى وتعمر بحلقات العلم هي رافد مهم من روافد الثقافة الدينية وكل ما يتعلق بالحياة. ثم تحية واجبة أخرى لاختيار هذا الموضوع المهم، موضوع مخاطر الوسائل الإلكترونية والألعاب الإلكترونية على النشر، لأنه موضوع يلامس الواقع ويشتق من الحياة ولا ينفصل عنها، فبيوتنا وأبناؤنا ونشأنا الصغار يقضون كما تفضل المذيع الكريم الساعات الطوال على منصات التواصل الاجتماعي، ويقضون الساعات الطوال وهم يلعبون بهذه الألعاب الإلكترونية التي قد يندمجون معها اندماجا تاما وينسون حتى الأمور الأساسية والضرورية والعبادات التي أمر الله عز وجل أن تقام في أوقاتها كالصلوات المؤقتة بمواقيتها الخمس. ولذلك المساجد وبيوت الله تدق ناقوس الخطر من هذه الظاهرة الخطيرة على أبنائنا الذين هم فلذات أكبادنا. الأبناء الصغار هم علماء المستقبل، بل هم المستقبل ذاته. هؤلاء الصغار بعد 20، 25، 30 سنة سيكون منهم الطبيب والمدرس والعالم والخطيب وما إلى ذلك من الوظائف والمهن، يعني هم عماد هذا الوطن وعماد هذه الأمة في المستقبل،
وبالتالي فإيلاء هذا الموضوع هذه الأهمية يأتي من منطلق الإشارة إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف حينما قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني هم زينة الحياة الدنيا الآن وهم عماد الأمة في المستقبل، وبالتالي لا يمكن أن نتركهم في مهب الريح لتتلقفهم مثل هذه المواقع ومثل هذه التطبيقات ومثل هذه الألعاب التي تجعلهم يدمنون عليها. والإدمان أيها الإخوة الأحباب كما وصفته دراسة أمريكية يقولون إن كل من يقضي أكثر من 6 ساعات يومياً على هذه الهواتف الذكية وعلى الألعاب الإلكترونية فإنه مدمن. ومدمن معناها كلمة خطيرة، معناها أنه الأمر يحتاج إلى تدخل ويحتاج إلى علاج، والعلاج في شرع الله تبارك وتعالى، العلاج في قرآن الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الألعاب الإلكترونية أولاً فيها الكثير من الأضرار، منها ما هو سلوكي، يعني أضرار على سلوك هؤلاء الأطفال وهؤلاء النشء، ومنها ما هو قيمي، يعني أضرار على منظومة القيم التي ينبغي أن يتمثلها هؤلاء النشء وهؤلاء فلذات الأكباد، ومنها ما هو عقدي، يعني في أضرار من بعض الألعاب الإلكترونية على عقيدة المسلم في حد ذاته، ربما تشوش على هذا الصبي عقيدته. أما الأضرار السلوكية بشكل عاجل فإنها تعلم الناس، تعلم الشباب العنف. كثير من الألعاب الآن اضرب ويقتل ومش عارف يمسك بالعصا ويمسك بالآلات الحادة ويقتل ويزيح كل من أمامه. تعلم هؤلاء الأطفال وهؤلاء النشء العنف، وهي قيمة مرفوضة منبوذة لا تتفق مع ثوابت هذا الدين الكريم الذي نعتنقه ونشرف بالانتساب إليه. ثم إن هناك أضراراً على منظومة القيم، يعني مثلاً ممكن تزين للشباب في بعض الألعاب وفي بعض المواقع إن الفهلوة مثلاً هي التي تجعل صاحبها هو الذي ينتصر، أو أن الكذب لا بأس به، أو العلاقات المشوهة أو المشوشة بين كل من الذكور والإناث. كثير من الأمور التي يعني تنطوي عليها، لا نقول كل ولكن غالبية هذه الألعاب الإلكترونية. ثم هناك أضرار على المسألة العقدية، وهي مسألة خطيرة. حينما تصور بعض الألعاب مثلاً للشباب وللنشء أن مثلاً المساجد هي أماكن للإرهاب وينبغي تدميرها، وكثير من الأفكار المغلوطة التي تشوش على أبنائنا معتقداتهم ودينهم القويم. ولذلك يجب لنا كآباء وأمهات أولاً من وقفة، ويجب على كل منتجي الخطاب الديني والمعرفة المستنيرة من وقفة لينبهوا هؤلاء الآباء والأمهات لخطورة هذه المواقع. إن أثمن ما خلقه الله عز وجل ووهبه للإنسان هو نعمة الوقت. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كيف ندمر أوقاتنا بأيدينا؟ خلي بالكم المسألة ليست متعلقة فقط بالنشء، النشء طبعا الضرر عليهم أخطر، لأن النقش في الصغر كالنقش على الحجر، يعني يتشكلون في هذه المرحلة العمرية. وكثير من الكبار لا يسلم من هذا الأمر، يقضون الساعات الطوال أمام شبكات التواصل الاجتماعي وأمام الألعاب الإلكترونية، ويتركون حياتهم الاجتماعية ويتركون واجباتهم الأساسية. إذن علينا حين ذلك أن نوعي أبناءنا. لا أقول إن الحل أن نمسك عنهم مثل هذه الأجهزة، هذا أمر صعب وهذا أمر يستحيل. إذا قطع الإنترنت عن أحد البيوت الآن فإن الأبناء تجدهم يعني يظلون يعني يتحدثون يروحون ويجيئون حتى يتم تجديد الباقة وإيصال الإنترنت مرة أخرى.
وهكذا تعلق الجميع بمثل هذه الآلات وهذه التكنولوجيا الحديثة. التكنولوجيا الحديثة تنطوي على الكثير من الفوائد التي يمكن استثمارها والتي يمكن الاستفادة منها في تطوير حياتنا، تطوير أعمالنا، في تطوير علاقاتنا مع أفراد مجتمعنا ومع زملائنا ومع أهلينا. كثير من الأسر الآن تعقد يعني جروبا أو مجموعة على الواتساب وتتواصل من خلالها، لا بأس، ولكن لا يكون ذلك على حساب التواصل الحقيقي، التواصل الاجتماعي، التواصل المواجهي. لا ينبغي أن تؤدي هذه الأجهزة وهذه التطبيقات إلى ما يسميه علماء الاجتماع بالعزلة الاجتماعية، هذا أمر خطير. علينا أن نرشد أبناءنا ونوجههم إلى الاستخدام الرشيد لمثل هذه التطبيقات ولمثل هذه الألعاب، ونجلس معهم ونوجه لهم النصيحة، وهذا كان منهج النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن عباس حينما قال: كنت غلاما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاب كده في مرحلة المراهقة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك. كلمات جوامع كلم، كلمات حكم يجعلها الشاب تغرس في عقيدته وفي عقله، حتى إذا شب وكبر كانت له دستورا لحياته، كانت له يعني بمثابة الأمر الذي يعني يعيده إلى جادة الحق وإلى جادة الصواب. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه عينة من النصائح التربوية النبوية التي كان يغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في النشأ آنذاك. وانظروا إلى نبي الله لقمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الذي جالس ابنه. لا يمكن أن يكون أبناؤنا في حجراتهم معزولين ولا نتحدث معهم، نذهب إلى أعمالنا ونعود، وتمر يمر اليوم واليومان والثلاثة دون أن نقيم معهم حوارا جادا في كل أمور حياتهم، في كل ما يشغلهم، في الألعاب التي يلعبونها، في المواقع التي يدخلونها، في البسطات التي يغردون بها. نقيم معهم حوارا جادا إذا كانوا، خاصة إذا كانوا في مرحلة المراهقة. نبي الله لقمان جالس ابنه وقال له النصائح التي قالها نبي: يا بني أقم الصلاة. هنا بقى نصائح دينية حتى تستقيم حياتك. هناك أمور لابد أن تحرص عليها، لا يصح أن تأتي اللعبة أو يأتي التطبيق وتسمع الأذان ويشغلك أي شاغل عنه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم يحدد له أمورا حياتية ستقابلك الكثير من النجاحات والإخفاقات. إذا واجهت النجاحات فاحمد الله تبارك وتعالى، لأن ذلك بفضل من الله ورحمته. وإذا قابلك بعض الإخفاقات في حياتك والحياة ذات أغيار، فعليك أن تسلم لأمر الله وتصبر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم النصائح الاجتماعية، العلاقات السوية بين الأبناء وبين النشأ وبين أفراد المجتمع، الزملاء والمدرسون وغيرهم من يتعاملون معهم ويتفاعلون معهم اجتماعيا. وأقم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه نصائح غالية،
ونصائح تربوية ثمينة، لابد أن نجالس أبناءنا ونوجههم ونحدثهم بما حدث نبي الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن عباس، وفي مواقف كثيرة، وبما حدث به لقمان، نوجه لهم النصائح ونتودد إليهم، لأن طريقة المراقبة وطريقة المنع وطريقة الحظر لن تجدي نفعا، كما يقول بذلك أو تقول بذلك العديد من الدراسات. ونحن همنا في الأول والأخير أن يخرج أبناء هذه الأمة وأبناء هذا الوطن أسوياء، أسوياء اجتماعيا، أسوياء قيميا، أسوياء دينيا، يقدرون دين الله تبارك وتعالى وشعائره ويعظمونها، ولهم علاقات سوية بمجتمعهم، ولهم علاقات سوية مع الأطراف أو الدوائر الاجتماعية المختلفة التي يتفاعلون معها. ونغرس فيهم أيضا حب الأوطان، هذا البلد الأمين الذي نتقاسم الحياة على أرضه. كان من منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب وطنه، وغرورقت عيناه، ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم الدمع وهو خارج من مكة، وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أيضا كان يحب هذا البلد أيضا، ودعا الله أن يحببه فيها، فقال: اللهم ارزقنا حب المدينة كحب مكة أو أشد. هكذا هو المسلم، يحب مجتمعه ويحب أسرته ويحب وطنه في كل دائرة من هذه الدوائر التي يتفاعل فيها. عليه أمور لا بد أن يفعلها دون أن تلهيه هذه التطبيقات، ودون أن تلهيه هذه الوسائل التي قد تسرق الوقت سرقة، وقد تجعله يصل إلى حد الإدمان. نسأل الله الهداية لشبابنا ولأبنائنا وبناتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الآباء والأمهات إلى حسن نصح أبنائهم وإرشادهم إلى الطريق القويم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، على هذه الكلمة الطيبة ضمن فقرات هذا اللقاء، والذي يأتي بعنوان: مخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال. إن هذه المخاطر حتى نحد من آثارها، هناك أمر يجب على الآباء والأمهات أن يقوموا به، وهو قيامهم بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وحتى نحد من آثار هذا الأمر، يجب أن نربي أبناءنا على مراقبة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، شكر الله من أحلنا هذا المقام، وأخص بالشكر السيد الأستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي حرص على تناول هذه الموضوعات التي لم يسبق في عصر من العصور في وزارة الأوقاف أن تم تداولها وتناولها جماهيريا مع الناس. قضية خطيرة للغاية. ولقد أحسن محدثنا الجليل الأستاذ الدكتور رضا أمين
في هذا العرض الكريم الذي قام به وبينه للناس، وهو الحقيقة أجاد وأفاض وأفاد. لكن أنا أريد أن أبدأ من حيث انتهى المسألة يا جماعة، قبل أن تتعلق بمسألة أو مصطلح الإدمان الإلكتروني. الإدمان الإلكتروني ده مصطلح يقصد منه هو الملازمة الدائمة بين الإنسان وبين هذه الآلة، الموبايل أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية بشكل عام. هذه الملازمة أصبحت ملازمة تجاوزت القدر المسموح به أو العقل المسموح به. قبل أن نبدأ لابد أن نسلم أن هناك نفع وضرر، وأما النفع فلا يختلف عليه اثنان. وسائل التواصل الاجتماعي قربت المسافات بين الناس، وجعلت الإنسان ملماً بالأحداث من حوله، وجعلت المعلومات متدفقة وفي أيدي الناس كافة، ويسرت وسهلت من المعلومات الشرعية والدينية الكثير والكثير، ويسرت سماع تلاوة القرآن الكريم، ويسرت وسائل الاطمئنان على الذرية وعلى الأبناء، أمور كثيرة لا شك في ذلك. إنما نحن نتكلم الآن عن حالة التجاوز، فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. نحن نتكلم عن حالة إدمان، ولما بنسمع كلمة إدمان بنفتكر المخدرات أو تلك المواد العقاقير التي تسبب الهلوسة أو التخدير أو التفتير أو التسطيل أو الإسكار أو خلافه. فنحن عندما نتكلم عن حالة إدمان نتكلم عما يضر ولا نتكلم عما ينفع. هل المسألة لها علاقة بهذا الإدمان؟ أي ونعم، الإدمان للأسف الشديد أصبح من الأمراض السارية الموجودة في المجتمع، المجتمعات العالمية كلها في كل مكان في العالم. إنما قبل أن نبدأ في موضوع الإدمان لابد أن ننبه، ما هو دورك؟ ما هو دورك؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن على الأب والأم: وقل رب ارحمهما، فكروني بالآية الله يهديكم لأن أنا بنسى، وقل رب ارحمهما كما خلفاني صغيرة، كما أكلاني صغيرة، كما فسحاني صغيرة. الله، لا فسحاني ولا لعباني ولا أكلاني ولا لبساني. الله، أم الحكاية إيه؟ وقل رب ارحمهما كما إيه؟ القرآن بيقول لك، ركز على الكلمة المصطلح القرآني عشان تبقى فاهم دورك اللي حتسأل عنه يوم القيامة بين يدي الله. قال وقل رب ارحمهما كما ربياني. ربياني في إيدك أمانة ستسأل عنها يوم القيامة. ربنا بيقول وقفوهم إنهم مسؤولون. كل أب وكل أم حيوقف قدام ربنا يوم القيامة، ويكون ابنه في حالة من حالات التخبط أو الضياع بسبب عدم الرعاية المؤتمنة التي ائتمنك الله عليه. إذن الأبوة تربية، والتربية متابعة، والمتابعة تلقين. حاول الجملة مرة تانية: الأبوة تربية، والتربية متابعة، والمتابعة تلقين. تلقين. الدكتور رضا بيقول لك، بيفكرك بالآية: وإذ قال لقمان لابنه، وهو إيه؟ يعظه. الله، يعني لقمان ما كانش له معجزة إنه بيمشي فوق المية أو بيطير في الهواء أو بيحيي الموتى أو بيرمي العصا وبيطلع، لا 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 خالص. لقمان كل اللي عمله إنه ربى ابنه، إنه بيعلم ابنه، إنه بيأدي الأمانة اللي ربنا هيسأله عليها يوم القيامة. علشان كده ربنا مدحه في هذا المدح، قال وقل رب ارحمهما، قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. شوف شوف الكلمة التي كأن القرآن يقولها إعجابا بلقمان. أب يؤدي رسالته وهو يعظه: يا بني كذا وكذا وكذا. لذلك لابد أن تهتم بالتلقين، ما الذي يلقن في أذهان ابنك؟
كان شاعر زمان بيقول بيت شعر كده بيقول لك: وغنم رعت في أرض مسبعة. ركز في بيت الشعر ده، مهم جدا. وغنم رعت في أرض مسبعة، يعني واحد راعي غنم مشي بالغنم بتاعته في أرض مليانة ديابة، مليانة أسود ونمور. حضرتك توقعت اللي بقيت نص بيت الشعر انت توقعته دلوقتي. وغنم رعت في أرض مسبعة نام راعيها، نام راعيها، تولى رعيها الأسد. وحد الله لا إله إلا الله. وغنم رعت في أرض مسبعة نام راعيها، تولى رعيها الأسد. ترمى راعي الغنم، نام عن غنيماته، نام عن غنماته، لا تنتظر حد يرعى الأغنام غير المفترس. بتسلم ابنك لمين؟ بتسلم ابنك لمين؟ السوشيال ميديا أرض مسبعة، السوشيال ميديا أرض مسبعة. يا أيها الأحياء انتبهوا، أرض مسبعة فيها كل أنواع الذئاب وكل أنواع الأسود وكل أنواع النمور. واحد بيلعب في دماغ ابنك في العقيدة، والتاني بيلعب في دماغ ابنك في الأخلاق، والتالت بيفتح عين ابنك على ما كنت حريصا على إقامة سياج الحياء من أجله. فأصبح بيننا جيل، أو الجيل الصغير يعرف عن أمور العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة أكثر مما تعلمه في حياتك بعد 50 سنة زواج. من أين ذلك؟ هناك أرض مسبعة، هناك ديابة اختطفت الأبناء، وحضرتك مش واخد بالك، بتقول سيب الواد يتسلى، خلي الواد يتفرج على النت، نجدد له الباقة، خليه براحته، أصلي مش قادر عليه. أنا بس عاوز أقول لكم على حاجة، على قد السوشيال ميديا ما خدمت المجتمعات، لكن انتبهوا لما أقول. بعد السوشيال ميديا ما انتشرت ويسرت والباقات رطرطت، بقت هناك في المجتمع أعلى نسبة طلاق، ولا ينكر ذلك منكر. بعد ما انتشرت السوشيال ميديا وانتشرت الباقات انتشر الشذوذ الجنسي، ولا ينكر ذلك منكر. بعد انتشار السوشيال ميديا بقينا نسمع عن أعلى نسبة إلحاد وإنكار لذات الله، ولا ينكر ذلك منكر. بعدما ظهر السوشيال ميديا وتطورت، أنا لم أنكر فوائده، أنا أقول الضرر الخطير الذي يتربص بفلذة كبدك، الذي يتربص بفلذة كبدك، بحبات عينيك، إلحاد، طلاق، إدمان، شذوذ، كوارث ما كانت تخطر لنا على بال، إباحية، هتك للأعراض، رسوب وعدم توفيق دراسي، أمراض عصبية، أمراض نفسية، ارتفاع نسبة الانتحار، انتحار وإلحاد وشذوذ وجرأة على دين الله وتطاول على العلماء وتطاول على الرموز وقلقلة لأمن بلاد. كل هذه الأمور نشأت بعدم الرقابة الأسرية. الرقابة الأسرية أمر مهم جدا، لأنه الإدمان بيحول الطفل إلى عبد، إلى عبد لآلة، عبد لمجموعة من الشياطين. يا أخوانا خدوا بالكم، ليس كل ما يعرف يقال، هذا الكلام كنا درسناه، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. إنما لما تعطي للطفل جرعة من المعلومات التي لا تتناسب مع عقله ولا مع سنه ولا مع فكره ولا مع حيائه ولا مع خلقه ولا مع فطرته، تكون النتيجة إنك بتنتج سفاح، بتنتج مجرم،
وهذا الكلام أنتم ترونه في الشوارع والطرقات. تغير الجيل وتبدلت الأخلاق إلا من رحم ربك. أنا لا أعمم في غيبة من الوالدين، وهذه كارثة ما بعدها كارثة. لذلك شوف القرآن لما بيتكلم في سورة التحريم، وإذ أسر النبي، في حاجة اسمها سر. معقولة الكلام ده يا جماعة؟ معقولة الكلام ده بعد السوشيال ميديا ما انتشرت على المجتمعات؟ فشيت الأسرار وهتكت الأعراض وانتشرت الأخبار المخبوءة وارتفع الحياء وانتفى الخلق. عشان إيه؟ عشان بعدنا عن شريعة الله. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، شوف كلمة أسر، في خصوصية لا يجوز أن تخترق. فلما نبأها به، فلما نبأت به وأظهره الله عرف بعضه أعرض عن، شوف الأدب، مش كل حاجة تتقال، عرف بعضه وأعرض عن بعض. شوف الأدب القرآني في سيدك وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كل حاجة يقولها، مش كل حاجة يفشيها، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. أدب، تربية، مع إن العليم الخبير هو اللي نبأه، لكن ما قالش كل شيء لزوجته في أمور يجب أن تكتم وأمور يجب أن تظهر. أدب. القرآن الكريم بيؤدبك في سورة المجادلة، بيقول ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. النجوى، يعني إيه النجوى دي؟ إيه المصطلح الغريب اللي القرآن قاله؟ ده قاله في ثلاث آيات ورا بعض. إيه مصطلح النجوى ده؟ النجوى يعني الحديث السري بين اثنين. أظن كلمة النجوى الحديث السري بين اثنين هي بتنطبق على هذا الجهاز، وبتنطبق على التواصل الاجتماعي ما بين ابنك وما بين حد بيكلمه، بيقول له ايه؟ انت ما تعرفش، انت لم تدري ان ابنك قد انفرض به ذئاب الجبل والسباع الدواري، وكانت النتيجة انك لا تدري ما الذي يحدث. اسمع يا سيدي، انا الحقيقة قبل ما اجيلكم حبيت اقرأ في الموضوع، لان انا مش طبيب، انما شوف الطبيب بيقول ايه، شوف الاطباء بيقولوا، المتخصصين، عشان تبقى عارف حضرتك ان المسألة ليست هينة وليست سهلة. طبيب اول امبارح ظهر على احدى القنوات، استاذ كبير استشاري نفسي، استشاري نفسي كبير، بيقول ان مواقع التواصل الاجتماعي قد تؤدي الى الصراع. اللهم احفظنا وإياكم. تخيل لما واحد يتسبب في إصابة ابنه بالصرع، قد يؤدي إلى الصرع. طبيب نفسي يحذر، إدمان الإنترنت مثل إدمان الكحوليات والمخدرات. قال الدكتور هشام حتاتة أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس إن أي شخص يستخدم الإنترنت 4 ساعات يوميا بما يوازي 25 ساعة أسبوعيا يعد مدمنا للإنترنت، وعليه العلاج مثل مدمن الكحول والمخدرات. شفت المصيبة، الكارثة، وإحنا فاكرين إن المسألة في الحشيش، إن المشكلة في الخمرة، لا، ده طلع الخمرة والحشيش ضئيلة التأثير بجوار تأثير الإنترنت. وأضاف خلال مداخلة ببرنامج كذا المعروض عبر القنوات كذا أن إدمان الإنترنت يؤثر سلبيا على خلايا المخ ومراكز الانتباه، وأوضح أن كثرة استخدام الفيديو جيم والبلاي ستيشن والإنترنت تؤدي إلى زيادة نسبة الخلل في كهرباء المخ أو ما يطلق عليه الصرع، مشيرا إلى أن إدمان الإنترنت مرض عضوي يبدأ علاجه أولا بالاعتراف بالمشكلة. وأشار أستاذ الطب النفسي إلى أن استخدام الموبايل
استخدام الموبايل لساعات طويلة يؤدي إلى تشتت الانتباه وإلى تشتت التركيز وإلى فرط الحركة عند الأطفال. وأكد خلال مداخلة هاتفية أنه يحدث نوبات تشنج نتيجة الاستخدام المفرط والفيديو جيم ويحدث خللاً في كهرباء المخ وإلى آخر هذا الكلام الخطير. وقسموا الأضرار، السادة الأطباء قسموا الأضرار إلى أنواع كثيرة جداً. آثار الإدمان الإلكتروني، أولاً الآثار النفسية، واحد العزلة وكلام كتير، اثنين الاكتئاب والقلق، ثلاثة الآثار الجسدية وتتضمن الإجهاد العين، اضطرابات النوم، وضعية الجسم الخاطئة، قلة النشاط البدني، آثار الإدمان الإلكتروني على الأطفال، انخفاض الأداء الدراسي، نقص الانتباه، انخفاض الإبداع، التأخر في تطوير اللغة، التأخر في النمو الاجتماعي والعاطفي، قلة النشاط البدني والسمنة، اضطرابات النوم، السلوكيات العدوانية، زيادة القلق، كوارث. أين الآباء والأمهات؟ لن يسألوا عن هذا؟ من الذي؟ هل يا أخي ده ربنا لما بيتكلم عن الطفل بيسميه سفيه؟ سين فاء ياء هاء. سفيه يعني إيه حضرتك؟ يعني لا يدرك مصلحته ولا يعرف ما ينفعه مما يضره. أليس هذا ومعنى السفاهة؟ القرآن الكريم بيتكلم عن الأطفال بيقول ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله لكم قياما. ده ربنا بيقول وبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا تترك فلذة كبدك وتترك هذا المسكين السفيه الصغير الذي لا يدرك مصلحته من غير عناية ومن غير متابعة. اسمعوا يا جماعة الخير، انت تعرفوا أعظم نعمة، وقلنا الكلام ده قبل كده، من أعظم النعم التي لم يلتفت إليها أحد في كتاب الله من لأهل الجنة، من أعظم النعم إن محدش استلم ودنك بكلام سفيه، إنه محدش بيقولك كلام لا طائل من ورائه. خد بالك من الموضوع ده، لما بيمدح الجنة بيقول لا يسمعون فيها لغواً. لغواً سمعت لغواً دي؟ انتوا ما خدتوش بالكم ان القرآن بيكررها لما كل ما يجيب سيرة الجنة. انا عارف يكلمك في الجنة عن الاعناب، يكلمك في الجنة عن الانهار، يكلمك في الجنة عن القصور، انما بالله ان القرآن مصر يكلمك مع كل ده عن نعمة انك ما بتسمعش كلام لغو. كلام لغو لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة، جزاء من ربك عطاء حسابا. فلما تسلم ابنك لبحيرة من اللغو ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ أبناؤكم أمانة وأنت أمانة. بص، لازم تفهم إني أخطر موضوع إحنا بنتكلم فيه إن إحنا بنتكلم في مكوناتك. يعني إيه؟ يعني لو حد سألك الدنيا مكونة من إيه؟ الحسن البصري بيقول لك من ثلاثة أيام. كل الدنيا اللي احنا عايشينها دي هم ثلاثة أيام. عشان بس ايه؟ واحد يقول لك ايه؟ أصل عنده وقت. أصل سيب الواد بيترفع. أصل ايه؟ بيسلي مفيش الكلام ده، لابد من الحزم. لابد من الحزم. قصى ليزدجروا. ومن يك حازما فليقص أحيانا على من يرحمه. لازم القسوة، لازم الحزم. الحزم في بعض. عود ابنك يسمع كلمة لا، عود ابنك يسمع كلمة لا. مش كل حاجة حاضر حاضر، لابد أن يعرف أن هناك ثواب وعقاب، جواب ومنع، إباحة وحظر. يا أخي ده سيدنا آدم من أول ما وطئت قدمه الجنة سمع إن في حاجة اسمها لا، ولا تقرب هذه الشجرة. هذه التربية الربانية، أن تعود على المنع. يا أخي ده في شهر رمضان ربنا بيعودك على الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، تدريب تعويد. يا أخي ده أول تكبيرة في الصلاة اسمها تكبيرة الإحرام. عارف ليه سموها تكبيرة الإحرام يا محترم؟ عشان كل شيء بعدها بقى حرام، كل شيء بقى حرام. الله أكبر، بقى الكلام حرام، الالتفات حرام،
مضغ اللبان حرام، الرد على التليفون حرام، الضحك والقهقهة حرام، عشان كده سميت تكبيرة الإحرام. واللبس اللي بنلبسه في الحج اسمه ملابس الإحرام، والنسك اسمه نسك الإحرام، والكعبة اسمها البيت الحرام. أقول إيه تاني؟ أقول إيه؟ هو التربية بالمنع ده مهمة جدا، علشان كده حياتك هي الدنيا دي 3 أيام، يوم مضى ويوم حل ويوما سيحل، يوم فات ويوم انت عايشه دلوقت ويوم جاي. اليوم اللي فات انت وراك النهاردة واجب انك مش هتعرف ترجعه تاني، خلاص زمان قد انقضى. العبد كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه، وبين أجل قد أتى لا يدري ما الله صانع به. فأنت مطالب على اللي فات إنك تقعد تستغفر وتبوي اللي جاي، أنت مطالب إنك تقعد إن تقول وتدعي إن ربنا يسترها معاك في اللي جاي. فإحنا زعلانين على اللي فات وخايفين من اللي جاي، يبقى النهاردة عندك كم واجب؟ 2. 2 واجب النهاردة لازم تنشغل بيهم، إنك تندم على ما فات وتستغفر، وإنك تطلب من ربنا الستر والعفو في اللي جاي. علشان كده لازم زي ما قلنا تركيبة الدنيا، لازم أقول لك تركيبتك أنت إيه؟ تركيبتك أنت عبارة عن إيه؟ لو واحد سألك الإنسان عبارة عن إيه؟ واحد يقول لك الإنسان عبارة عن أطراف، عبارة عن جسم، والتاني يقول لك الإنسان عبارة عن مخ، والثالث يقول لك الإنسان عبارة عن مجموعة هائلة من التجاويف اللحمية والأعضاء والعروق والأوردة، والرابع يقول لك الإنسان عبارة عن مجموعة من الأجهزة التي أوضعت كل الكلام ده على عيني وعلى راسي. إنما لازم تسمع رأي أبو سيدنا أبو حامد الغزالي وهو بيوصف الإنسان، فبيقول له إيه؟ أيها المرء إنما أنت وقت، إنما أنت وقت، أنت الإنسان عبارة عن وقت. في رأي أبو حامد الغزالي الإنسان عبارة عن وقت، تايم، وقت. فإذا مضى وقت فقد مضي بعضك، كل ساعة بتعدي يبقى حتة منك نقصت. يعني لو افترضنا إن عمرك 60 سنة، لو افترضنا إن عمرك 60 سنة، 60 سنة ديت لو جيت ضربت 60 سنة في 24 ساعة هيطلعوا حوالي 22 ألف يوم، 22 ألف يوم تقريبا. ال 22 ألف يوم دول كل يوم بيعدي عليك لازم تنقصهم من الحساب، يوم نقص. عشان كده الشاعر بيقول إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم يدنينا من الأجل. فالمفروض إني أكبر خسارة بنخسرها الوقت اللي بيروح مننا يا جماعة، والوقت اللي بيروح من ابنك. علموا أولادكم فضيلة الوقت، وانقذوا أولادكم من براثن ذلك الغول المفترس، وانتشلوا أولادكم من الأرض المسبعة. واعلموا أن كارثة الإنترنت إذا طلقت أو أطلقت أو تركت من غير رقابة ومن غير حساب ومن غير انضباط ومن غير رعاية منك شخصيا، فإنك ترتكب جريمة ستسأل عنها يوم القيامة بين يدي الله. أقول لكم كما قال مؤمن آل فرعون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم احفظ أولادنا يا رب العالمين، وبارك لنا في فلذات أكبادنا يا أرحم الراحمين، ولا ترنا فيهم يوما أسودا، ولا ترنا فيهم ما نكره أبدا. اللهم جاملنا فيهم، اللهم اجبر خواطرنا فيهم، اللهم اقبل دعاءنا فيهم، اللهم لا تحاسبهم بذنوبنا ولا تؤاخذهم بتقصيرنا، واحفظهم بحفظك فإنك أنت الحفيظ العليم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على هذه الكلمة الطيبة. والآن إخوة الإيمان نرفع أكف الضراعة والابتهال مع المبتهل الشيخ محمود عوض الله. لا بد فوق فضيلة الشيخ خالد.
لا فضة فضة لا فضة ربنا يعرفش زي حسنات حضرتك الله يبارك فيك. اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ أولادنا لمن ببديع الصنع سواه يا هجرة المصطفى طافت بوجداني ذكر الفراني بإيمان وإسلام طلائع النور قد هتفت الله طلعته من أيد الله بالقرآن دعواه فكان نورا على بل كان ذا النور في محياه وكان بالعلم والآداب متصفا إن الإله على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرقت أنوار محمد فاكتست منها البدور مثل حسن
حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله يا محمد يا روضة يلي فيك تجلي، يا روضة يلي الله فيك تجلي، يا روضة يلي فيك تجلي، من العلالي نزل تملي على ضيوف الحبيب محمد صلى الله عليه. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. صلى الله على محمد صلى الله على محمد بوجد لا يدريه الله إلا من يسكن فيه، بوجد لا يدريه إلا من يسكن فيه، أبديه أو أخفيه هو ملك رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد آه يا أهل وداد خذوني عند الحبيب دعوني، يا أهل وداد خذوني سيبوني لتردوني في روض رسول الله. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا الحضور الكرام بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ محمود عوض الله، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك والذي كان بعنوان مخاطر الإدمان الإلكتروني على الأطفال ضمن فعاليات الأسبوع الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذا البيت العامر مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه. في الختام الحضور الكرام، نتوجه بالشكر إلى علمائنا فضيلة الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد أمين عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،
وإلى فضيلة القارئ طه النعماني، وإلى فضيلة المبتهل محمود عوض الله. هذه تحياتي محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.